السلام عليكم طلاب بايو 2. إن شاء الله اليوم رح نتابع بمحاضرتنا بالأنيمال نيوتريشن أند أنيمال دايجستيف سيستم. المحاضرة الماضية خلصنا كل هاد، وصلنا لعند المين ستيجز أوف فود بروسيسينج آر إنجستشن دايجستشن أبسوربشن أند إليمينيشن. العمليات الرئيسة لهضم الطعام تبدأ بعملية الإنجستشن اللي هي إدخال الغذاء زي ما حكينا المرة الماضية، digestion هضم الغذاء، absorption امتصاصه، و elimination تخلص من الفضلات المتبقية. قبل ما نبلش نحكي عن الفود بروسيسنج بدنا نحكي عن أنواع الإنجستشن في الكائنات الحية، إنه كيف طريقة إدخال الغذاء للكائنات الحية. بطريقة إدخال الغذاء لداخل الكائن الحي مكنتنا من تصنيف الكائنات الحية إلى أربع أصناف، إما suspension feeder حسب نوع التغذية تبع الكائن الحي، أو substrate feeder، أو fluid feeders، و bulk feeders. إيش الفرق بينهم؟ suspension feeder هم الكائنات الحية اللي بتغذوا على العوالق الموجودة في السائل، يعني بيكون في أشياء صغيرة ذائبة أو عالقة في الماء، عوالق بيمتصوا هاي المواد الغذائية، بفلتروا المي وبياخدوا منها هاي العوالق. أغلب الكائنات البحرية ممكن نسميهم suspension feeders. بيحكي لنا many aquatic animal، aquatic animal الكائنات البحرية تعتبر suspension feeder لأنها sift small food particle from the water، ترتشف هاي العوالق الموجودة في المي زي بتفلتر. خلينا نشوف الصورة، شايفين هذا الهمباك ويل، الحوت الأحدب سموه، يعتبر وهو حوت، وشوف حجمه الكبير، إلا إنه suspension feeder بيشرب كميات هائلة من الماء وبفلترها بالبلين تبعته. البلين زي الفرشاية، زي الفراش، زي كيف فرشاية الأسنان، بتعلق هاي العوالق بالبلين وبتغذى عليها، والمي بتطلع من الجهة الأخرى إلها. في عنا سبستريت فيدر، سبستريت فيدر هم الكائنات الحية اللي بتعيش على غذائها، في أو على غذائها، زي الديدان في الفواكه، زي الحشرات في على النباتات وأوراق النباتات، هدول يعتبروا سبستريت فيدر. فالسبستريت فيدر are animals that live in or on their food sources. من الأمثلة عليها، ورجاء نحفظ الأمثلة، يعني ممكن أجيب لكم دائرة هاي الأمثلة. الليف مينر كاتربيلر، حشرة الكاتربيلر اللي بتعيش على الأوراق is a substrate feeder. هاي الكاتربيلر اللي يرقى عايشة على ورقة نبات وبتاكل فيها بنفس الوقت جواتها، وهاي الفيسز هاي فضلات الكاتربيلر. ثالث نوع من أنواع الانجستشن أو إدخال الغذاء أو الكائنات الحية حسب طريقة أكلها هم الفلويد فيدر، الكائنات الحية اللي عايشة على السوائل. وفي فرق بينها بين السسبنشن فيدر، السسبنشن فيدر ما بتشرب المي، هي بتاخد العوالق الموجودة بالمي، أما الفلويد فيدر بتاخد السائل نفسه. suck nutrient rich fluid، بيكون في سائل مليء في المواد الغذائية، بروتينات، أشياء دقيقة في هذا السائل، تمتصه suck it، تمتصه for living from a living horse from a living host، من عائل كائن حي. من أشهر الأمثلة على fluid feeder هي الموسكيتو، البعوض. طيب هي بتمتص الدم وبتعيش عليه. النوع الأخير، وهو أغلب الكائنات المملكة الحيوانات تعتبر من البلك فيدر، eat relatively large piece of food، بتأكل الغذاء بكميات وقطع كبيرة وبعدين بتهضمه جوا أجسامها، فهي بنسميها بلك فيدر. المثال اللي معطينا إياه هون الروك بايثون، هذا ثعبان الروك بايثون بيسموه الصخور أو الجبال، وبيبتلع كائن حي كامل مرة واحدة بلع. مش ضروري انه يكون بحجم هذا الغزال او مش عارف ايش اللي بالعه، بس احنا نعتبر بلك فيدر لانه بناكل كميات لقم. الدواب بلك فيدر، مش ولا واحد من السبق ذكرهم، اذا هو بلك فيدر. هيك عرفنا عمليات الاربعة اللي الكائن الحي بيعمل فيها. ingestion اللي هي عملية
the act of eating، إدخال الغذاء للجسم. دخل الغذاء للجسم بواحدة من هدول الطرق الأربعة. الجزء الثاني منه خصوصا عند البولك فيدر، ما بتاكل كميات وجزيئات كبيرة من الغذاء، لازم يصير لها تكسير في داخل الجسم. تكسير هاي الجزيئات الكبيرة بنسميها digestion. Digestion is the process of breaking food down into a soluble molecule. تكسير الغذاء وتحويله إلى جزيئات ذائبة سواء في الدم أو في الجهاز الهضمي. Small enough to absorb، وتكون صغيرة كفاية حتى تدخل الخلية. Absorbed يعني تمتصها الخلايا، تدخل لجوا الخلايا. إذا ظلت على حجمها كيف بدها تفوت على جوا الخلية؟ فعملية الدايجستشن طريقتين، إما ميكانيكال دايجستشن هضم ميكانيكي اللي بتصير بالفم، أو كيميكال دايجستشن هضم كيميائي. هون مش كاتبين الميكانيكال، يا ريت تكتبوها فوقيها. واحد ميكانيكال دايجستشن ميكانيكي أو فيزيائي، اللي هي تعتمد فقط على تكسير الغذاء من حجمه إلى جزيئات أصغر بدون أي تأثير على صيغتها الكيميائية. كانت جزء كبير صارت أجزاء صغيرة. أما الكيميكال دايجستشن اللي هو التغيير في التركيب الكيميائي للغذاء، بيفرز عليه انزيمات هاضمة بنكسرها بنعملها هيدروليسيس. إذا بتتذكروا بيوت 1 كنا نحكي عن هيدروليسيس، تكسير الغذاء وتكسير الروابط بانزيمات. ف chemical digestion is the process for enzymatic hydrolysis split bone، تشطر أو تقسم الروابط in molecule with an addition of water، بإضافة الماء. absorption، خلصنا هضم الغذاء وصار تمام وصار جزيئات صغيرة جدا، ما موليكيولز يعني، لسه مش ماكرو موليكيول، أصغر من الماكرو موليكيول، مونمرات، الوحدات اللي تبنى منها. يعني مثلا البروتين يهضم إلى أن يتحول كله إلى أمينو أسيد، ما في عندي بروتين، في عندي الوحدات اللي بنى منها البروتينات. أكلنا كربوهيدرات يهضم ويكسر إلى أن تصبح سكريات أحادية، أكلنا دهون ليبيدز تكسر إلى أن تصبح فاتي أسيد، ونفس الإشي نيوكليك أسيد، كل هذا بيهضم ليصير وحدات أولية. صار عندنا في الأمعاء وحدات أولية للغذاء، شو بده يصير بعدها؟ النقطة الثالثة أو الستيب الثالثة اللي هي الأبسوربشن، يقوم خلايا الأمعاء بامتصاص هذا الغذاء. uptake of nutrient، أخذ النيوتريانت by the body cell، من قبل خلايا الجسم. تستفيد منها خلايا الجسم، بتوزعها بالدورة الدموية إلى كل أنحاء الجسم، وبعدين ما تبقى الموجود في الأمعاء الغير مهضوم أو الغير ذا فائدة، ما له فائدة في الجسم، بصير له elimination، التخلص أو الإخراج، اللي هو the passage of undigested material out of the digestive compartment، تخلص من الغذاء الغير مهضوم أو الغير مفيد اللي ما استطاع الجسم هضمه خارج الجهاز الهضمي. هون العمليات مهمة، هاي الرسمة أول step ingestion اللي هي إدخال، هاي العملية هي تناول الغذاء فقط بنسميها ingestion. digestion بطريقتين، إما ميكانيكال تكسيره هي عن طريق الطواحين والأسنان، بصير تكسير لجزيئات الغذاء، وكيميكال دايجستشن، كيميكال دايجستشن بتصير بالفم وبتصير في المعدة وبتصير في الأمعاء. هيك خلصنا، أو الأمعاء الدقيقة عشان نكون دقيقين، فقط في الأمعاء الدقيقة بصير كيميكال دايجستشن اللي هو المقصود فيه أصلا انزيماتيك هيدروليسيس. خلصنا دايجستشن بنوعيه ميكانيكال وكيميكال، هلا بده يصير ابسوربشن، بتيجي الامعاء، باقي الامعاء الدقيقه والغليظه تمتص هذا الغذاء، خصوصا الدقيقه. يعني هلا الدقيقه تقسم الامعاء الدقيقه الى ثلاثه اجزاء، الجزء الاول منها بيعمل دايجستشن، الجزء الثاني والثالث من الامعاء الدقيقه بيعمل ابسوربشن. اذا ضل اشي ما امتصته الامعاء الدقيقه بتمتصه الامعاء الغليظه، ابسوربشن. شو يعني absorption؟ إنه الخلايا تأخذ هاي الجزيئات الغذائية وتوزعها حول الجسم. بعدين إذا في شيء غير مهضوم بصير له آخر إشي elimination for the undigested material. These the four stages of food processing. هلأ في كائنات حية ما بيلزمها هذا الحكي كله، يعني
ما عندها أصلا قناة هضمية إنها تعمل هضم وتعمل في مكان ثاني دايجستشن وتعمل في سوري انجستشن في مكان ودايجستشن في مكان وابسوربشن في مكان واليمينيشن في مكان. هذا القناة هذا كله عشان يعمل الكائن الحي لازم يكون معقد كفاية ويكون عنده قناة هضمية. في كائنات حية أقل تعقيد، يعني مستوى التعقيد عندها ولا إشي، فمش بحاجة لكل هالعج أو هالحكي هذا. زي مثلا الهايدرا، الهايدرا هيها الكائنات الحية ما عندها قناة هضمية كاملة، عندها ماوث، وبنفس الوقت هذا الماوث بيشتغل زي أنس، مدخل للغذاء ومخرج للغذاء الغير مهضوم. فبتدخل الغذاء من هون، ماخدين مقطع عرضي هون، بصير له هضم وبنفس الوقت بصير له امتصاص، والإشي اللي ما بتقدر تستفيد منه بتطلع من الماوث اللي هو أصلا عندها بالنسبة إلها أنس، شرج وفم بنفس الوقت. تمام؟ هذا الحكي بهاي الكائنات البسيطة غير معقدة بنسميه gastrovascular cavity، تجويف معوي ودموي أو دوراني بنفس الوقت. هذا التجويف بيعمل شغلتين، بيعمل هضم للمواد الغذائية اللي أكلتها هاي الهايدرا، هاي هايدرا هون اسمها، وبيعمل امتصاص. لا احنا عشان الكائنات الحية خلايا مثلا في الجسم الإنسان أو الكائنات الحية المعقدة عشان يقدر يعمل كل الخلايا تاخد هاي المادة الغذائية لازم يتوزع بالدم لكل أنحاء الجسم. هي اوريدي اصلا التجويف فاتح على كل خلاياها، كل جسمها عبارة عن وان سيل ثيك، هي خلية هي خلية هي خلية، يعني سمكه خلية واحدة. شو بدها بالدم عشان يوزع لها؟ هي بتوزع على كل انحاء هاي الخلايا. فهذا التجويف عشان هيك بسموه جاسترو فاسكولار كافيتي. نقراها، بحكي لنا انيمال وذ سمبل بودي بلان، الكائنات الحية مستوى التعقيد عندها بسيط جدا، ما عندها جهاز هضمي، عندها إشي اسمه gastrovascular cavity. ونركز على هذا المصطلح، شو يعني gastrovascular cavity؟ يعني تجويف one opening، إله فتحة واحدة. هاي ال one opening function as a mouth and anus، إلها شغلة تشتغل زي الماوث فم وشرج للتخلص من الفضلات. هذا ال vascular cavity function in both، وظيفته تنتين صار digestion هضم الغذاء and distribution of nutrient، وتوزيع كل الغذاء على الخلايا تبعت هاي الهايدرا. يعني ما في خلايا بعيدة عن التجويف اللي ما يوصلها، كل الخلايا مقابلة للتجويف. كائنات حية أكثر شوي تعقيد من الهايدرا، عندها two opening، عندها mouth في جهة والأنس أو المخرج الـ undigested food من جهة أخرى. هاي الكائنات الحية بنسميها one way digestive tube، جهاز هضمي أو قناة هضمية باتجاه واحد، الأكل ما برجع فيها. هذا الحكي بنسميه complete digestive tract، جهاز هضمي كامل أو قناة هضمية alimentary canal. هاي كل هالمسميات لنفس الموضوع، نفس الإشي، إنه كائن حي عنده mouth وعنده من الجهة الأخرى أنس. It can have a specialized region that carry out digestion and absorption stepwise in efficient fashion. يعني الكائنات الحية اللي عندها هذا الحكي، اللي عندها complete alimentary canal أو complete digestive tract كامل عندها، مش زي الهايدرا في كل جزء specialized region، يعني عندها جزء خاص في الهضم، جزء خاص في الامتصاص، وجزء خاص لل elimination stepwise، يعني بتسلسل in efficient fashion بكفاءة عالية. نشوف هنا مثلا، هاي هدول الرسمات نفسهم، هلا واحدة واحدة بنشوفهم على كبر. ال earthworm دودة الأرض عندها mouth وعندها anus، فهاي بنسميها complete alimentary canal، قناة هضمية كاملة. عندها جزء هون مثلا الماوث لإنجستشن، يدخل الغذاء، بتبلش بالإزوفيغاس، بتوصل عند الكروب. الكروب زي كيف الحوصلة بتكون لطحن الحصى، لطحن الأشياء اللي ما بتقدر تطحنها بالجزرد بالقانصة، القانصة تقابلها المعدة عندنا، يعني
بمر الغذاء بكلها، هنا بصير امتصاص بالانتستين، واخر اشي الاكل الغير مهضوم بيخرج خارج الجهاز الهضمي. هلا اللي شو اللي بدي اياه من الايرث وورم؟ بدي تعرفوا انه التركيب للانتستين تبع الايرث وورم عنده تركيب خاص بنسميه تفلوسوليه. تفلوسوليه يعني هذا التركيب، انه انبعاجات وطيات، كيف احنا عندنا الامعاء الدقيقة فيها خملات بالضبط، بس هذا عند زي الدودة، دودة الأرض بيسموها تيفلوسولي، وظيفته increase the surface area for the absorption. هاي الانبعاجات تزيد من سطح الامتصاص للغذاء اللي بمر داخل الجهاز الهضمي. فقط الـ earthworm بدي تعرفوا ايش التركيب تبع الانتستين تبعها، نسميها تيفلوسولي. نفس الاشي عندنا بالجراس هوبر الجرادة. الجراس هوبر عندها فور جت، المعيء الأمامي، الميد جت، والهند جت، المعيء الخلفي، ونفس الإشي عندها ماوث وعندها أينس، يعني الغذاء بيمشي فيها باتجاه واحد، فهذا بنسميه كومبلمنتري كومبليت ألمنتري كانل، قناة هضمية كاملة. هلا نفس الإشي الجراس هوبر عندها ستراكتشر خاص فيها اللي هو بنسميه جاستريك سيكا. الجاستريك سيكا هدول اللي زي الوردة من الجهتين، تعرفوا اللي بيحكوا زي بياكل قد الجراد، يعني بياكل ما بيشبع، لانه الجراد عندهم هاي الجاستريك سيكا عامله لها زي كيف كمان الجمل بيخزن مي بطريقه كبيره لانه عنده السنام. الجراد عندها هاي الجاستريك سيكا لتخزين الغذاء، متى بتاكل 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 لحتى تتعبى هاي الجاستريك سيكا، بعد شو بدي يعبيها، يعني زي الشنطات حولها بتتعب، لما تشوف ما في اكل جاعت وما في اكل بتصير شوي شوي تطلع من الجاستريك سيكا. فالتركيب الخاص بالجراس هوبر هون في امعاء الجراس هوبر الجاستريك سيكا شو وظيفتها؟ واحد مكتوبة هون هيدرولايتك انزام، انزيم بروديوس، تفرز الانزيمات الهاضمة بسرعة حتى تلحق تهضم. اثنين مش مكتوبة بس يا ريت تكتبوها، storage for nutrient، تخزين الغذاء. وثلاثة كمان اكتبوها اللي هي هيها increase surface area، لزيادة سطح الامتصاص. هاي وظيفة الجاستريك سيكا، عشان هيك الجراد بياكل الأخضر واليابس لأنه عنده هذا الإشي اللي اسمه جاستريك سيكا. نيجي عند البيرد، العصافير مثلا، الطيور كومبليت اليمنتري كانل زي ما حكينا، ماوث انس، عندها الايزوفيجس هو المريء، عندها الكروب نفس الاشي، الكروب زي الحوصلة، عندها ستومك المعدة، وعندها كمان الجيزرد اللي طحن الاشياء القاسية، يعني اللي مرت من المعدة وما انطحنت، حجارة، حبوب جافة جدا، وانتستن عادي ما فيها اشي خاص، يعني غير انه عندها حوصلة وعندها الجزرد القانصة. هلا نحكي عن اهم اشي بالنسبة الي، نحكي عن الدايجستيف سيستم عند الهيومن والماملز الثدييات، واللي اهم اشي عندنا الهيومن. المامل دايجستيف سيستم ثدييات كونتين اليمنتري كانال، كومبليت اليمنتري كانال، قناة هضمية كاملة، بالإضافة لهذه القناة الهضمية عندها إشي اسمه أكسسوري جلاند، غدد زي الإكسسوارات، إكسسوارات للقناة الهضمية بتشتغل مع القناة الهضمية. شو وظيفة هاي الأكسسوري جلاند؟ secrete digestive juices through the duct، تفرز عصاراتها الهاضمة من خلال قنوات وتصب في القناة الهضمية. كل قناة، كل جلاند لها إفرازاتها، بنتعرف عليها خلال ان شاء الله تشابتر الشرح. ماميليان اكسسوري جلاند مثلا، الغدد الموجودة في الثدييات ومنها الانسان، اول اشي السلايفري جلاند، هم ثلاث سلايفري جلاند موجودين بالفم، او افرازاتهم بتروح على الفم، الغدد اللعابية بنسميها. اثنين البنكرياس، ثلاثة الليفر، واربعة الجول بلادر. سلايفري جلاند اللي هي الغدد اللعابية وإفرازاتها تفرز بالفم. اثنين البنكرياس اللي هو البنكرياس وإفرازاته بالأمعاء الدقيقة.
الليفر، الكبد. الكبد يفرز بعض المواد زي مثلا انزيمات بتفرز في القناة الهضمية في الأمعاء الدقيقة، أو بيفرز العصارة الصفراء، ولكن ما بيفرزها مباشرة في الأمعاء الدقيقة، بيخزنها بالجولي بلادر زي تخزين. الجولي بلادر متى ما مثلا أكلنا دهون بتفرز العصارة الصفراوية مع أكل الدهون. خلينا نشوف، هم هيهم، شوف أكبر، هاي الاليمنتري كانال من الماوث، هذا الايزوفيجاس، هذا زي سكتش هيك بس توضيح، هاي الاستومك، هاي السمول انتستين، وهاي اللارج انتستين، وهاي الانس، الريكتوم، بعدين الانس. تمام. هاي الاكسسوري جلاند اللي لونها اخضر هي الاكسسوارات للجهاز الهضمي. نبدا من السلايفري جلاند، الغدد اللعابيه، والجول بلادر، المراره، الليفر، والبنكرياس. هلا البنكرياس يفرز مباشرة افرازاته على السمول انتستين زي ما حكيت لكم. الليفر في افرازات بتروح دغري للسمول انتستين، وفي العصارة الصفراء المسؤولة عن هضم الدهون ما بتنزل على السمول انتستين، تخزن بالجول بلادر. لما ياكل الانسان دهون او اشي دهني بيروح الجول البلادر، بتفرز هاي العصارة الصفراوية. هذا الـ Human Digestive System خلينا نتفرج عليه، بدءا من التانك، هذا الـ Oral Cavity، التجويف الفموي. وحكيت لكم انه السلايفري جلاند ثلاثة انواع من السلايفري جلاند. لو بدي اغلبكم على المايكروسوفت تيم، بتنزلوا لي الاسماء الثلاثة للسلايفري جلاند as a homework، عليه علامات. يعني الطريقة الوحيدة اللي أقدر يعني أحس بتواصل معاكم، أو أنه أنتم متابعين معي، معاكم لحد يوم الثلاثة، محاضرة يوم الثلاثة. يوم الثلاثة بحكي لكم إيش هم السلايفري جلاند، بحكي اسمهم وخلص، بعديها ما حد يعطيني أسمائهم. يعني إشي بسيط، بس إنه اعتبروا عليهم علامات المشاركة. رح أنزل 10 علامات مشاركة، يعني امتحان الأول 20، امتحان الثاني رح يكون 20، ورح أعمل 10 علامات مشاركة للمتابعين معي التسجيل المحاضرات. فبدي هذا الهومورك الأول، names of the salivary gland ومكانهم. يا بتنزلوا لي صورة، يا بتعملوهم كتابة بخط إيدكم وبتصوروها وبتبعثوها على المايكروسوفت تيم، تمام؟ أو حتى على الموديل، رح أقبل الصورة على الموديل، بس مش على الفيسبوك، ما حد يبعث لي على الفيسبوك. بعد الأورال كافيتي في عندي الفارينكس، اللي هو بسموه الحنجرة أو بسموه الحلق. اللارينكس، بعديها الإيزوفيجاس، هذا المريء، ننزل من المريء إلى المعدة، هاي المعدة بدنا نحكي أجزاءها. من المعدة بنروح على السمول انتستين، هدول اللي جوا الأمعاء الدقيقة. بعد السمول انتستين هاي اللارج انتستين، الأمعاء الغليظة اللي هي فيها زي شكل المربع هيك عاملة، هذا الصاعد، هذا العرضي، وهذا الهابط، وهي الريكتم المستقيم، وهي الانس فتحة الشرج. بالنسبة للأكسسوري زي ما حكينا، هنا في السلايفري جلاند، الغدد اللعابية، هاي الليفر، هذا الجول بلادر، وهذا اللي تحت المعدة البنكرياس. ما بدي احكي، اخلص كل الجهاز الهضمي اليوم للهيومن. المحاضرة الجاية ان شاء الله بنحكي عن كيف مرور الغذاء في القناة الهضمية للهيومن، اللي هو جزء من الماملز. هاي الاكسسوري جلاند مهمة، هاي الرسمة كمان، هاي الرسمة وهاي الرسمة مهمين، يا ريت نركز عليهم. ومنبلش وبحكي لكم عن السلايفري جلاند ايش هم، ومهمين جدا تعرفوهم الثلاث، كيف هضم الغذاء. تابع ان شاء الله معاكم تسجيل الجاي محاضرة يوم الثلاثاء. يعطيكم العافية.